رجعنا مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. ونورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ محمد مراد، عضو رابطة النقاد الرياضيين وطبعا الناقد الرياضي في اليوم السابع. مساء الفل عليك ونورنا اكيد في قناة النادي الاهلي. مساء الفل عليك يا شيماء، طبعا وسعيد لنا موجود معاكي. وقبل ما نتكلم طبعا بننعي الاستاذ خالد توحيد، طبعا حد من الاقامات الكبيرة في الصحافة، كنا بنتعلم منه يعني، والف رحمة ونور عليه طبعا، والاسرة طبعا الصبر والسلوان الله يرحمه. طيب خلينا نبتدي بقى معاك في لقاء امبارح، لقاء النادي الاهلي والجونه في الاسبوع ال 24 من الدوري المصري الممتاز. عايزين نتكلم عن اللقاء ده، اللقاء طبعا اللي قدر النادي الاهلي فيه ان هو يرجع في نتيجته ويحسن النتيجه من الخساره 1-0 للمكسب 2-1. يمكن كمان النتيجه دي تعدلت في اخر 10 دقائق او اخر ربع ساعه من اللقاء. مباراه كانت مثيره طبعا، قدر فيها كابتن حماده صدقي ان هو يحرج النادي الاهلي بتسجيله للهدف الاول، واخذت فتره طبعا او اخذنا فتره عشان نسجل الهدف الاول للنادي الاهلي، سواء عن طريق ندفت او ماهر ناصر ماهر في الهدف الثاني. خلينا نتكلم عن لقاء امبارح، شفت اللقاء ده ازاي فنيا؟ يعني هو طبعا زي ما تعودنا في اي فريق بيلعب قصاد الاهلي طبعا بيبذل، مش عايز اقول مثلا ان هو بيبذل مجهود في الماتشات العاديه 10، لا بيبذل 100 ضعف ان هو بيلعب الاهلي او الزمالك تحديدا. يعني طبعا ماتش امبارح كان ماتش صعب، ماتش على ملعب رخم، يعني ملعب الجونه ده من الملاعب الرخم، ان هو يعني من الملاعب الصعبه، الاجواء والهواء والرياح المعاكسه طبعا. يعني فرق الجونه طبعا متعود على ملعبه، زي ما تعودنا من الاهلي طبعا ان هو بيظهر في المواقف الصعبه. الاهلي طبعا قدر ان هو يحقق فوز، وفوز مهم جدا، 3 نقاط مهمه جدا في جدول الدوري. تشكيل الاهلي طبعا كان امبارح انا شايف ان كان فيه بعض علامات الاستفهام. واحد زي كريم نتفد متالق بقاله فتره، ليه بيقعد احتياطي؟ ناصر ماهر طبعا من اللعيبه الرائعه في النادي الاهلي بقاله فتره وبيسير بخطوات ثابته. جيرالدو الصفقه الجديده برضك من العلامات الكويسه او من الصفقات الكويسه جدا في يناير اللي اتمها الاهلي في يناير. صحيح. يعني مش عارف يعني الثنائي نتفد وجيرالدو تحديدا، يعني اعتقد ان هم بينزلوا الملعب سواء اساسيين او احتياطيين يبقى لهم عامل السحر وعامل السر، او بيقدروا يغيروا مجريات المباراه. يمكن تغييرات مارتين لاسارتي بنزول كريم ندبد وكمان بنزول جيرالدو دي قلبت شكل طبعا. يعني هو الفتره اللي فاتت كنا متعودين ان جيرالدو وندبد بيبداوا يعني بعض الماتشات بيبداوا، والاهلي بيبقى يعني بيبقى افضل يعني معظم الماتشات اللي فيها ندبد تحديدا اللي رجع لمستواه، او كان بيواجه انتقادات كبيره جدا للسنوات الاخيره ان هو مستواه مش النجم اللي على مستوى النادي الاهلي. الموسم ده بيرجع لمستواه وبيقدم مستويات كبيره جدا وبيقدم مستويات رائعه جدا، وقدر ان هو يحقق الهدف الاول. وبعد كده شفنا ناصر ماهر بيجيب جون صعب جدا بيحقق بالفوز للنادي الاهلي. طبعا تغييرات مارتن لاسارتي يعني هو في التغييرات هو بيقرا الماتش كويس، يعني حتى في معظم الماتشات الاخيره في الشوط الثاني بيبقى الاهلي في اول شوط بيبقى مستواه مش كويس، ولكن في نهايه الشوط الاهلي بيرجع ثاني وبيقدر يحقق الفوز. وده الاهلي احنا متعودين عليه ان هو بيظهر في الاوقات الصعبه، بيظهر في الاوقات اللي بقى فيها ازمات. الاهلي لغايه الدقيقه 90 طبعا يعني علامه مميزه للنادي الاهلي، 90 الوقت اللي هو التايم 90 في اي وقت يقدر يجيب جون، يقدر يخطف الـ3 نقاط. ده اللي احنا متعودين منه على النادي الاهلي، وده بيميز النادي الاهلي عن اي نادي تاني في مصر او في اي نادي في الكره الافريقيه، ان الاهلي في اي وقت يقدر يحقق الـ3 نقاط، يقدر يكسب. شفنا امبارح تألق لناصر ماهر طبعا احد اللعيبه القادمه ان شاء الله في الكره المصريه الفتره الجايه، بيقدر يحرز جون، شايف ان هو من احلى الاهداف في الدوري، رغم ان هو كان مضيع يعني بيضيع فرص سهله. هو عامل زي شايف ان هو اجايو وناصر ماهر كمان، برضه مروان محسن كان عامل اسيست حلو هو قوي. اسيست طبعا، هو اسيست مروان محسن، يعني مروان من اللعيبه حتى في المنتخب خفير اجيري من بيعرف يقف على الكوره، من اللعيبه اللي بيعتمد عليها في التشكيل، رغم ان يبقى في انتقادات جماهيريه لمروان محسن، لكن يعني معظم المدربين كانوا بيعتمدوا على مروان. صحيح. سواء كوبر قبل كده في المنتخب وبعد كده دلوقتي اجيري، فشايف ان مروان لو بيطور نفسه من فتره لفتره يعني اتمنى ان هو يحالفه التوفيق بس ويحرز اهداف يهدي بهم الجماهير شويه. وخلينا برضه نتكلم عن اصاباته، يعني الاصابات الكتير اللي جات له في الفتره الاخيره اكيد اثرت عليه جدا. يعني هو بيواجه طبعا ازمه يعني طبعا مع الاصابات، يعني شفنا قبل كاس العالم بفتره اتصاب، لكن ربنا كرمه وقدر ان هو يقف على رجليه تاني ويرجع يبقى مهاجم منتخب مصر الاول على حساب عدد من اللعيبه، يعني كوكا اللي تم استبعاده
وكان في يعني كان هو كان المهاجم رقم 2 أو 3، بعد كان فترة كده من الفترات كان باسم مرسي وكان كوكا صحيح. وكان مروان مصر رقم 3، كان هو قدر يتفوق عليهم وبقى المهاجم رقم 1 في المنتخب، وده وتحديدا دلوقتي هو المهاجم برضه لغاية دلوقتي رقم 1 في المنتخب من اللعيبه اللي خلينا بيعتمد نقول عليها ان اوقات اجيري كوبر طبعا. كمان او ايام كوبر كان هو بيعتمد عليه اعتماد كلي يعني. يعني في الفتره ما انا بقول لحضرتك ان هو كوبر بدا باسم مرسي فتره، وبعد كده اعتمد على احمد حسن كوكا، وبعد كده مروان هو اللي بقى اللعيب الاساسي او اللاعب رقم 1 في المنتخب في مركز الهجوم، وشفناه هو لعب الثلاث ماتشات بتوع كاس العالم كلهم، اوروجواي والسعوديه وروسيا، وظهر مستوى كويس. مش عايز اقول ان هو ظهر مستوى متميز، لا ظهر مستوى كويس وادى المطلوب منه، ان طبعا المنتخب كان كله معظمه مش في الفورمه، كان غياب صلاح طبعا اثر على المنتخب في اول ماتش تحديدا، واصابه صلاح اثرت برضه على المنتخب في ماتش روسيا، فاللعيبه ما كانوش في كاس العالم بالفورمه اللي احنا كنا مستنيينها منهم او المستوى اللي احنا كنا مستنيينه منهم. لكن مروان مصر طبعا لعيب جيد في الفتره دي في ظل النقص العد في مركز الهجوم في مصر. طبعا احنا بنعاني من ازمه بقى لنا 4 أو 5 سنين من غياب اللعيبه المهاجمين. كان زمان كان عندنا عمرو زكي وعماد متعب واحمد حسام ميدو وكان زيدان وكان محمد اليماني وكان قبلهم حسام حسن، لكن دلوقتي يعني بيتعدوا على الصوابع المهاجمين او اللعيبه في المركز ده بيتعدوا على الصوابع، فشايف ان مروان مصر من اللعيبه اللي كويسه طبعا. نشوف طيب خلينا نتكلم عن النادي الاهلي وعن مستواه في الفتره الاخيره. انا شايفه ان في تغير في المستوى، يمكن امبارح الشوط الثاني كان افضل من الشوط الاول، المباريات اللي قبليها كانت دايما الشوط الاول بيكون افضل من الشوط الثاني. في تغير او في تذبذب في مستوى النادي الاهلي في الفتره الاخيره، ده شايفه سببه ايه؟ وهو مش تغير، هو يعني هو ضغط المباريات طبعا، وان كل 3 أيام الاهلي بيلعب ماتش، فده عامل اجهاد لبعض اللعيبه، ما فيش تشكيل ثابت للاهلي بسبب الاصابات او بسبب الماتشات سواء بقى الدوري او دوري ابطال افريقيا. الاسارتي طبعا كان مضطر ان هو يعمل روتيشن في اللعيبه، يبقى في تغييرات في اللعيبه في بعض المراكز، زي ما الاهلي لما بيحرز جون او جونين في اول الشوط فالاداء بيهدى شويه، بيحاول الاهلي ان هو يلجا ان هو يحافظ على الفوز. امبارح شفنا الاهلي كان متاخر امام الجونه، شفنا مستوى تاني جدا الاهلي في الشوط الثاني عكس الماتشات اللي فاتت. الاهلي كان في الشوط الثاني تحديدا بيبقى مستواه قليل او مش مستواه بالشكل اللي احنا مستنيينه منه، لكن امبارح الاهلي طبعا زي ما قلت لحضرتك ان هو الاهلي لما بيعوز يعمل حاجه بيعملها. الاهلي الفرقه الوحيده اللي في مصر ان هو لو وقع ماتش بيقدر يقوم بعدها على طول، عكس اي فرقه تاني في مصر مع احترام يعني سواء زمالك او اسماعيلي او اي انديه تاني، لما بتقع مصر ماتش ممكن الماتش بيجيب ماتش بيجيب ماتشين ثلاثة، لكن الأهلي لما بيقع ماتش بيلحق نفسه بسرعة، بيخرج من الكوبة دي. أداء الأهلي طبعا امبارح كان، أنا شايف إن الشوط الثاني كان من أحسن الأشواط للأهلي الفترة الأخيرة طبعا. التغييرات اللي نزلها لاسارتي نيتفيد تحديدا كان ليها عامل، وجيرالدو طبعا شايف إن هو مع أجايب عاملين ثنائي رائع جدا، وبيفكرونا بفلافيو وجلبرتو زمان. صحيح. يعني بيفكرونا بفلافيو وجلبرتو، فيعني شايف ان صفقات الاهلي دلوقتي مؤثره جدا في مع الاهلي سواء في دوري ابطال افريقيا، طبعا الاهلي متصدر، سواء الدوري دلوقتي هو الثاني او الثالث متساوي مع النقاط مع بيراميدز، ويعني شايف ان ماتش الاهلي والزمالك اللي جاي في شهر مارس هيحدد بنسبه كبيره شكل المنافسه في الدوري. صحيح. طيب خليني اسالك، النهارده مارتين لاسارت ادى اللعيبه اجازه بعد طبعا فتره طويله جدا ما فيهاش اي اجازات، فيها سفر كتير، فيها مباريات يمكن كل 3 4 ايام، 28 يوم كان فيهم 8 مباريات للنادي الاهلي سواء محليا او افريقيا. شايف المجهود البدني الكبير اللي على اللعيبه ده هيتعامل معاه ازاي المدير الفني للنادي الاهلي، او هيتعاملوا ازاي معاه في الجهاز الفني؟ طبعا ان ده اكيد كان من اهم اسباب الاصابات المتكرره اللي بتيجي للعيبه. يعني هو طبعا اهم يعني من موضوع الاصابات ده موضوع كبير، يعني مش عايز اقول ان ضغط المباريات بس، لا الاهلي متعود على الضغط بتاع المباريات بقاله 10 سنين سواء بقى ان الاهلي مطالب ان هو يشارك في اكثر من بطوله، ومطالب ان هو اي بطوله بيشارك فيها لازم ياخدها، لكن الاصابات دي كان لها كذا كذا سبب. يعني طبعا الملاعب، ارضيات الملاعب في مصر الفتره الاخيره ارضيات، مش عايز اقول انها ارضيات سيئه، لا في ملاعب ارضيه ممكن تلعب على ملعب ارضيته ناشفه وبعد كده تلعب على ملعب ثاني ارضيته مبلوله اللي هي الميه دي، فبيبقى ارضيه فبيعمل حاجه نوع من الاصابات للعيبه. ضغط المباراه طبعا الاهلي متعود عليه، او ده قدر ان اي لعيب يلعب في الاهلي لازم طبعا ان هو يبقى لازم متعود على ضغط المباراه، متعود ان هو مطالب ان هو يحقق اي بطوله يلعب فيها النادي الاهلي سواء كان اي حجم البطوله دي. طبعا الاهلي طبعا ان هو راح يوم ده اعتقد ان هو يعني بيريح اللعيبه، ضغط المباراه زي ما قلت لحضرتك يا شيماء ان هو
لعب حوالي 8 ماتشات في اقل من شهر، فشايف ان ده ضغط كبير طبعا على فريق زي الاهلي بيعاني من اصابات، واصابات مش اي اصابات، لا اصابات صحيح. كبار طبعا احمد فتحي ووليد ازارو، مروان موسى لسه راجع، صلاح محسن برده قبلها فتره لسه راجع، يعني خط حسام عاشور برده يعني صحيح. يمكن الاصابات كمان جت في فعلا في الركائز الاساسيه في النادي النادي الاهلي عفوا، واكيد طبعا مع رجوعها هترجع بقى القوه الضاربه زي ما بيقولوا للنادي الاهلي، شكل الفريق اكيد هيتغير تماما. يعني طبعا انت لو جبت القايمه بتاع النادي الاهلي هتشوفي يعني لعيبه يعملوا منتخب، ده حقيقي. يعني لعيبه رامي ربيعه في الدفاع، كان محمد شناوي دلوقتي مصاب، احمد فتحي طبعا، وليد ازارو، حسام عاشور قبل كده، مروان موسى لسه راجع، وليد سليمان طبعا، يعني منتخب شايف ان هو منتخب مصر. يعني اللعيبه طبعا كل اسم فيهم مؤثر، وجوده طبعا هيزيد من قوه النادي الاهلي، ويعني هم مصابين عملوا ازمه للاهلي، ولما يرجعوا يعملوا ازمه للاهلي، يعني صحيح. هيبقى في اكتر من خيار طبعا قدام لاسارتي على بس ده يمكن يساعد كتير جدا في عمليه التدوير اللي بيعملها مارتين لاسارتي، يعني لما يبقى عنده بيعمل تدوير ما بين لعيبه كلهم سوبر، لعيبه كلهم على مستوى عالي او على اعلى مستوى، فده اكيد هيساهم او هيساعد النادي الاهلي في الحصول على كل البطولات اللي بيشارك فيها في الموسم الحالي. تمام، هي ازمه طبعا ازمه ايجابيه لما يرجع احمد فتحي ووليد ازار وكل دول ووليد سليمان يبقوا جاهزين للمشاركه، طبعا ده مكسب للنادي الاهلي ومكسب للكره المصريه طبعا ومكسب للمنتخب ومكسب للدوري، ان هو بيزيد من قوه الدوري. شفنا اكثر من فريق دلوقتي في الدوري عملوا شكل الدوري وبطوله الدوري الفتره، يعني شايف الموسم ده من اقوى الدوريات في من اقوى الدوريات المصريه في السنوات الخمسه الاخيره، وتحديدا بعد الثوره كنا بنشوف المنافسه مقتصره على الاهلي تحديدا، يعني الاهلي كان بيبقى في مكانه وبعد كده الانديه بتبقى يعني الزمالك او اسماعيلي. صحيح، وبعد ده اللي كان باين قوي من السنه اللي فاتت، يمكن الموسم اللي فات النادي الاهلي حسم بدري الدوري من بدري، من الجو يعني قبل ما الدوري ينتهي بحوالي ست جولات تمام، وقبلها برضه كان متهيألي كل يعني معظم المواسم الاهلي بيحسم الموسم ده مختلف تماما، الموسم ده مختلف في الاهلي واجه يعني الاهلي في متعه في كوره، في منافسه طبعا، في ضغط المباريات طبعا، في الماتشات المؤجله للاهلي. الاهلي كان بيمر بازمه قبل انتقالات يناير، اصابات اللعيبه طبعا كان المؤثره طبعا كانت مؤثره عليهم، شفنا صفقات يناير انا شايف ان الاهلي كسب منها كتير جدا. صحيح، كلها رمضان صفقات صبحي طبعا حقيقي. رمضان صبحي، حسين الشحات، جيرالدو، شفنا صفقه حمدي فتحي، محمد محمود كنت اتمنى ان هو يشارك، كنا نتمنى ان احنا نشوفه معانا كتير، كنت هتشوفي لعيبه كان صحيح. هيبقى من احسن لعيبه في الدوري المصري السنه دي او السنوات اللي جايه يعني، وكان اجيري يعني تحديدا كان معتمد على اللعيب ده، وكنت يعني اقدر اكد لك ان محمد محمود لو كان موجود في المنتخب كان عبد الله سعيد ما كانش هينضم للمنتخب صحيح. في سواء الفتره الجايه. طبعا لعيب كويس جدا ولعيب جريء جدا حتى في المنتخب بيصنع، ان شاء الله يقوم بالسلامه ويرجع احسن من الاول 100 مره باذن الله. طيب المباراه القادمه للنادي الاهلي هيغيب فيها طبعا سعد سمير بسبب الايقاف بعد ما اخذ انذارين، وفي اللقاء الاخير للنادي الاهلي قصاد الجونه البديل هيكون عمرو السوليه. شايف ده ازاي؟ يعني هو طبعا قدر الاهلي طبعا ان هو ايمن اشرف ما كانش مساك، كان ظهير ايسر، دلوقتي البديل ياسر ابراهيم، الازمه خلته مساك، يعني طبعا ياسر ابراهيم موجود، ايمن اشرف دلوقتي موجود، في اكتر من لعيب جوكر بيقدروا يلعبوا في الاهلي، في يلعبوا في اكثر من مركز، يعني عمرو السوليه ممكن يلعب في المركز ده لو من ضمن المقترحات، لكن شايف ان ياسر ابراهيم لعيب مميز ويقدر طبعا، ولعيب ظهر مستوى كويس وقادم من سموحه وعنده خبره في الدوري المصري ولعيب كويس، ولعيب من الاختيارات يعني من الاختيارات اللي ضمن اللعيبه المختارين للمنتخب في شهر مارس اللي جاي، واللي اجيري بتابعها بشكل كويس. سعد غياب سعد سمير طبعا هياثر على الاهلي، لكن شايف ان ياسر ابراهيم تحديدا يقدر يعوض مكانه، يعوض كويس جدا. خلينا برضه نقول ان ياسر ابراهيم كمان من افضل المدافعين الموجودين في الدوري المصري ممتاز، وهو يعني قدومه من سموحه للنادي الاهلي كانت من اهم برضه الصفقات اللي عملها النادي الاهلي في الصفقات السوبر السبعه اللي عملها طبعا، يعني رحيل احمد حجازي طبعا اثر على خط الدفاع النادي الاهلي لفتره من الفترات، واصابه رامي ربيعه طبعا انا شايف ان هو من احسن لعيبه في مصر، لكن حظه سيء جدا بسبب الاصابات، لعيب بيمتلك امكانيات رائعه جدا صحيح. في مركز الدفاع لو متواجد ولولا الاصابات كان شايف ان هو هيبقى له شان ثاني جدا. رامي ربيعه رامي ربيعه طبعا من اللعيبه المميزه جدا، يمكن هو من اكثر اللعيبه تميزا، لكن هو اكثرهم بقى في سوء الحظ، يعني هو فعلا من يعني بقول لحضرتك لو موجود وما بيتعرضش للاصابات اللي تعرض ليها دي، اعتقد ان هو ثلاث مرات رباط صليبي باين على ما اعتقد،
يعني حظ حاجة سيء، صعبة يعني بصراحة. يقعدوا لعيب في البيت مش يخلوه يرجع تاني للنادي الاهلي. صحيح. لو اللعيب عنده اصرار ومتواجد حتى حظه سيء رجع اتصاب، بين تاني كان هو اتمنى ان هو يشارك، ولاعيبه من اللعيبه اللي تمتلك مهارات وفي مركز الدفاع مش موجوده في اي لعيب في الدوري المصري. ياسر ابراهيم وايمن اشرف يعني يقدروا طبعا، ايمن اشرف خلاص اتعود على المركز ده، صحيح مركز المساك بيأدي بصوره كويسه جدا بيأدي ولاعيب فيه كويس، بصورة كويسة جدا برغم ان هو ده مش برغم ان هو مش مركزه مركزه الأساسي. ورغم ان هو صحيح. مش يعني القامه بتاعته مش طويل قوي زي المدافعين اللي احنا متعودين عليهم، لكن لعيب مميز ولعيب عنده كره كويسه وبيقدر يتعامل مع المواقف ويظهر مستوى كويس، والدليل ان رسارتي بيعتمد عليه من اول الموسم خلاص كمدافع او مساك. طبعا وجود علي معلول في مركز الظهير الايسر طبعا لا غنى عنه، لعيب حقيقي. عالمي يعني، شايف ان علي معلول من اللعيبه المركز ده ما شفناهمش بقالنا فتره في الدوري المصري، صحيح. فلعيب رائع جدا واكيد تمديد عقده، مجلس اداره اللي طبعا مدد عقده لموسمين كمان، اكيد دي خطوه ايجابيه طبعا جدا في استقرار الفريق في نتائجه طبعا وفي حصده للبطولات في المواسم القادمه. طبعا يعني علي معلول، وليد ازارو، اجاي طبعا تجديد عقد اجاي ده طبعا ضربه كويسه للنادي الاهلي. صحيح. اجاي من افضل المهاجمين، من افضل اللعيبه سواء بقى مهاجم او خط وسط مهاجم، من افضل الصفقات في في العشر سنين في مصر الفتره صحيح. الاخيره. طبعا كان جونيور لعيب اجاي بيمتلك امكانيات كبيره جدا، مهاري ولعيب يعني شايف ان هو لعيب من طراز اوروبي طبعا. صحيح. لو لولا الاصابه كان اعتقد ان هو كان صعب يقعد في النادي الاهلي، كان هيجي له عروض كبيره جدا بارقام حقيقي كبيره جدا حقيقي. في ظل الاسعار اللي احنا بنشوفها، لكن اتمنى يعني طبعا حاجه كويسه النادي الاهلي يقدر يجدد عقد اجاي وضم، وفي وجود يعني وفي وجود صفقات كويسه. عايزين نتكلم طبعا شمال على اللعيبه المعارين بره الانديه، احمد حمدي طبعا، احمد ياسر ريان احمد ياسر ريان، طبعا، يعني لما يرجعوا النادي الاهلي هم كسبوا محمود خبره كبيره الجزار. جدا، ومحمود الجزار، لكن احمد حمدي تحديدا واحمد ياسر ريان اعتقد ان هم لما يرجعوا الاهلي السنه الجايه هيبقوا من العناصر الاساسيه الفتره صحيح الجايه ومن صحيح القوام الاساسي للاهلي الفتره الجايه، حقيقي هيقدر يعتمد عليهم لسنوات، وعندهم امكانيات النادي الاهلي، يعني عندهم امكانيات النادي الاهلي حقيقي. بسنهم الصغير ده عندهم امكانيات النادي طبعا. الاهلي، وبيكتسبوا دلوقتي المزيد من الخبرات في الانديه اللي هم معارين ليها في الدوري المصري الممتاز عشان يقدروا يفيدونا ان شاء طبعا. الله في المواسم القادمه. وبيكهام في دجله برضو لعيب من اللعيبه الكويسه، حقيقي احمد روان بيكهام، يعني في الاهلي عنده قاعده من اللعيبه الصغيره، يعني ان شاء الله الفتره الجايه هيبقوا قوام للاهلي وقوام للمنتخب، يعني المنتخب برضو يعني اجيري او اتحاد الكره تعاقد مع اجيري تحديدا، ان هو كان الهدف ان هو يعمل منتخب من اللعيبه الصغيرين او اللعيبه صغار السن بيجهزهم لكاس العالم 2022، صحيح. لكن الازمه ان بطوله افريقيا هنا في مصر، فاجيري طبعا مضطر ان هو ياخد يستعين ببعض اللعيبه كبار السن، يعني على راسهم عبد الله السعيد اللي بيصير بمستوى كويس في بيراميدز، في بعض اللي وليد كنت سليمان اتمنى طبعا، برضو ان وليد سليمان يكون وليد موجود، سليمان ومش عارفه موجود، الاصابه اللي لا عنده وليد دي. سليمان يعني معلومات مؤكده، وليد سليمان لو رجع للمستوى اللي احنا عارفينه قبل الاصابه صحيح ده ان شاء هيبقى الله من يرجع العناصر احسن من الاول هيبقى من كمان العناصر يتمرن. الاساسيه اللي موجوده جدا. احمد فتحي يعني كان صحيح كلام الجوكر. ان هو يعني خلاص مش هيعتمد على اللعيبه اللي هي من فوق ال 33 34 سنه، لكن احمد فتحي لو رجع وتالق طبعا هيبقى من العناصر الاساسيه، طبعا طبعا. ولاعيب خبره في البطولات دي، اعتقد ان هو افضل من احمد المحمدي مع احترامي، يعني من افضل اللعيبه في هذا المركز سواء احمد المحمدي، وافضل من محمد هاني من ناحيه الخبره، يعني هو لعيب طبعا يمتلك الخبره ويقدر يتعامل مع الجماهير الكبيره اللي تبقى متواجده في بطوله امم افريقيا واستاد القاهره اللي هيستضيف طبعا يعني ما يقارب ال 70 او 80 الف مشجع اللي في ماتشات المنتخب تحديدا. صحيح. طيب لو هنتكلم عن الدوري المصري ممتاز عامه وعن صراع القمه وشبح الهبوط، انديه كتير جدا مش عارفين مين اللي هيهبط، وبالنسبه لصراع القمه، القمه يمكن محسومه بين الثلاثي الاهلي والزمالك وبيراميدز، يمكن النادي الرابع هو ده اللي لسه مش واضح لحد دلوقتي، انما كمان بالنسبه للهبوط فتلاقي الارقام كلها متقاربه مع بعض، يمكن كمان النادي لما بيفوز او في مباراه واحده بتلاقيه بينط بالاربع مراكز مره واحده. يعني هو طبعا المنافسه في الاسابيع اللي جايه دي يعني الاهلي لو كسب طبعا خلاص يبقى المنافسه مع احترامي بين الاهلي والزمالك. صحيح. بيراميدز يعني بنسبه كبيره هيبقى بعيد، هيبقى في فرق كبير في النقاط حقيقي. بينه وبين الاهلي ويمكن في والزمالك. الاخر اللي هيحسم المواجهات المباشره هي اللي تحسم لقب الدوري للاهلي ولا يعني للزمالك، مواجهه الاهلي تمام، انا بقول والزمالك لحضرتك يعني مباشرة. الدوري هيبان بنسبه كبيره في شهر ابريل، ان هو معظم الماتشات صحيح. يعني 30 مارس هيبقى ماتش الاهلي والزمالك، وبعد كده الزمالك والاسماعيلي والاهلي والمصري حقيقي. والاهلي فشايف ان المنافسه هتبان بنسبه كبيره جدا في بعد شهر شهر ابريل، في شهر في ابريل، شهر نقول اربعه القادم. اللقاءات اللي هي قويه طبعا، الفرق الكبيره طبعا هي الشهر ده معظمها هتكون في الشهر ده، فده هيحدد بنسبه كبيره الفريق الاقرب لبطل الدوري. واقول لك من دلوقتي ان المنافسه شيمه هتبقى بين الاهلي والزمالك صحيح. على لقب الدوري. المنافسه بقى هو ده الطبيعي يعني. هو ده الطبيعي مع احترام البيراميدز، بيراميدز فرقه كويسه جدا ورائعه جدا،
لكن انا كان نفسي التجربه دي تبقى مع نادي جماهيري، يعني مثلا تبقى مع نادي منصوره، المحله، طن، لناس حتى يعني لو فازوا بلقب دوري او بلقب انديه لو حد يفرح لهم يعني. هيلاقوا كان هيبقى يعني، كان هيبقى يعني الجماهير بتاثر فيهم. انا شايف ان اللعيبه بتوع بيراميدز بيجوا في اوقات بيبقى عندهم حاجه نوع من السلبيه، ان هم ما لهمش ضغط جماهيري، هم ما بيهتموش او كسبوا او خسروا عادي. لا بالعكس، مكافاتهم كل مباراه كبيره جدا، ده اكبر حافز. لا انا بقول لو في جماهير مثلا زي المصري او الاسماعيلي او المحله كانوا هيبقى عندهم ضغط اكتر، كانوا هيلعبوا على الفوز اكتر. لكن بشوف ان هم بقى عندهم نوع من السلبيه في بعض الاوقات كده في الماتشات. لكن هم طبعا كاسامي او كقوام لعيبه طبعا بينافسوا على الدوري بسهوله لو هم ركزوا اكتر. طبعا هنتكلم عن القاعه، يعني زي ما انت قلت 3 نقط يطلعوكي مركز خامس وسادس، و3 نقط ينزلوك المركز ال 18. صحيح. تتوقع مين يهبط في الموسم الحالي؟ يعني لغايه دلوقتي في يعني بتروجيت، وفي يعني في كذا فرقه، يعني في 7 8 فرق هتلاقي فرق بينهم 3 نقط واربع نقط. ونقطه يعني من 3 4 نقط ممكن يطلعوكي مركز وينزلوكي مركز. صحيح. حتى الكابتن طارق عاشور يمكن في ابريل كمان القادم ممكن نشوف يعني او نحدد مين اللي قد يهبط في الموسم. اعتقد الفرق الهبوط دي يعني ممكن تبان فرقه او فرقتين قبل ابريل كمان. يعني معظم الفرق دلوقتي يعني طبعا ضغط الماتشات والحاجات دي، وعندهم كذا ماتش، مش عندهم توقفات زي الاهلي والزمالك ان هم المشاركين في بطولات افريقيا، بيبقى عندهم ماتشات كتير الفتره دي. اعتقد ان في ابريل هيبان يعني فرق او فرقتين على الاقل من الفرق اللي هابطه للقسم الثاني. بينما بنتكلم عن الدوري، نروح بقى للسوبر بتاع السنه اللي فاتت، هيتلعب ولا لا؟ اهلي وزمالك هيتلعب، بس ميعاده امتى الله اعلم. لكن طبعا الشركه الراعيه ماتش اهلي وزمالك طبعا من الحاجات اللي بتجيب لهم فلوس، يعني طبعا اهلي وزمالك. لا يعني احنا سمعنا ان هي تلعب في السعوديه، تلعب في الامارات، في كذا اهلي، في السعوديه، في الامارات، في الكويت، في كذا دوله، في كذا دوله برضه اوروبيه بيعرضوا كل سنه، في لبنان بتعرض برضه كل سنه ان هم يستضيفوا ماتشات السوق ماتش السوبر. لو اؤكد لك ان لو كان اهلي او اي طرف ثاني او الزمالك واي طرف ثاني مش مع بعض كان السوبر هيتلغي، لكن اهلي وزمالك السوبر ليه قيمه تسويقيه كبيره. طبعا ليه قيمه تسويقيه كبيره جدا، والشركه الراعيه بتستفاد، برزنتيشن الراعي اتحاد الكره بتستفاد من تسويق الماتش ده. طبعا الماتش بيبقى حاجه كويسه وصوره كويسه للكره في مصر، اهلي وزمالك. شفنا يعني السوبر السنوات الاخيره اهلي وزمالك بره تحديدا في الامارات بيحقق نجاحات كبيره جدا، وبيبقى عليه اقبال كبير جدا من الجماهير في الامارات تحديدا. فباكد لك ان هو من الصعب الغاء السوبر المصري وتاجيله، والاقرب ان هو يتلعب بعد كاس الامم الافريقيه، لان دلوقتي اتحاد الكره عايز ينهي مسابقه كاس مصر الاول، ان هو يقدر يبعت انت عارفه ان هو لازم قبل 30/6 لازم يبعت للكاف اسامي الفرق المشاركه في دوري ابطال افريقيا والمشاركه في الكونفدراليه. ده لو كان الدوري خلص. لا الدوري، ما هو الدوري مستحيل، الدوري ممكن يخلص في حاله واحده لو في فرقه حسمت الدوري بدري. يعني لو في فرقه مثلا فرقه طب والمراكز اللي بعد كده؟ ما هو لا، هو بياخد، المفروض بياخد 3 فرق من الدوري، بياخد من كاس مصر بياخد فرقه. فهو يعني بيحاول ان هو مش هينفع يبعت للكاف يقول له استنى هحدد لك ال4 فرق بعد كاس الامم الافريقيه، يعني هو المفروض اخر ميعاد 30/6. حتى التصريح ده تصريح رسمي من الكابتن هنا ابو ريده ان هو يعني هيبعت فرقتين للكاف يقول لهم دول الفرقتين اللي هيشاركوا في الكونفدراليه، هو المفروض يختار فرقه واحده بس، هم يبعت لهم الفرقتين اللي هو اللي وصلوا النهائي. وتحديدا لو مثلا الطرفين دول اهلي او زمالك اللي هم يبقوا اول. طب لو ما كانوش لسه تحددوا او ظهروا؟ لا اجباري خلاص، الكاس لازم يخلص قبل، يعني تحديدا قبل بطوله امم افريقيا، يعني في اخر 5 يعني الكاس مصر هيكون خلصان وهيبعت الفرقتين المتاهلين لنهائي كاس مصر، وهيستنى على فرق الدوري بعد البطوله. لو يعني لو خلاص الاول والثاني الاهلي والزمالك وفي فرق شاسع بين النقط مع الثالث، خلاص هيبعت الاهلي والزمالك ان هم دول المشاركين في دوري ابطال افريقيا السنه الجايه. لو الكاس هي يعني لازم يبعت فرقتين قبل 30/6 ان دي لوائح الكاف الجديده. صحيح. طيب المباراه القادمه للنادي الاهلي يوم 28 يوم الخميس، دي مباراه كاس ولا دوري؟ هو الاهلي هيلعبها دوري، اتحاد الكره هيلعبها كاس مصر، وبيراميدز هيلعبوا كاس مصر. وكل واحد بنيته، كل واحد يعني رايحين دوره رمضانيه. أيوة. يعني هو الاهلي بعت جواب النهارده قال لك انا ملتزم بالجدول القديم، ان هو ان ماتش 28 ده ماتش دوري. اتحاد الكوره قال لك انا مش هتراجع عن القرار. شايف تعنت اتحاد الكوره ضد النادي الاهلي ده ايه؟ والله هو الموضوع موضوع عند، مش تعنت يعني. هو الموضوع بدا يعني عند من كذا طرف، مش عايز يعني مش عايزين نتكلم في الموضوع باستفاضه. هو الناس يعني اتكلمت فيه كتير وكذا قناه اتكلمت فيه كتير. هو الموضوع بقى يعني بقى عند، مش ازمه يعني، مش احترام الاهلي قادر ان هو يلعب كاس مصر وقادر يلعب دوري،
اتحاد الكوره، انا بغطي اتحاد الكوره وعارف كواليس اللي بيحصل في اللقاء. انا يعني من قبل الازمه دي تحديدا، هاني ابو ريده في تصريحات يعني عندنا اليوم السابع قال لك المؤجلات، كل فريق يلعب مؤجلاته الاول قبل ماتشات الدور الثاني، سواء اهلي او سواء زمالك سواء اي نادي، وده صحيح. وهو من وجهه نظره ده صح، او من وجهه نظر الناس يعني ده انا شايف ان ده صح. لكن الموضوع سخن لما نادي بيراميدز بعت جواب قال لك انا هلعب ماتش كذا كاس، مش فالاهلي مش بس طبعا الاهلي طبعا انا شايف ان القرار اللي الاهلي خدوه في الاجتماع الاخير ان هو ملتزم بالجدول القديم ماتش دوري، الاهلي معاه حق. ولكن اتمنى يعني الموضوع يتحل بشكل ودي طبعا، يبقى في تدخل من وزير الرياضه ومن تدخل من الناس المسؤولين، ان ده في الاخر سمعه الكره المصريه وسمعه مصر، مش عايزين نبقى في ازمه او يتقال ان في ازمه قبلهم افريقيا بسبب مباراه في الدوري او مباراه في الكاس، يعني مش عايز الناس مع العلم برضو ان الاهلي ليه كل الحق في الاحتفال بحقه طبعا، بان هو يلعب المباراه القادمه وفقا للجدول اللي طبعا تم ارساله من قبل الاتحاد المصري لكره القدم طبعًا من اكثر من شهر. طيب خلينا نروح سريعا للدوري المصري الممتاز، وافضل لاعب بالنسبه لك شايفه لحد دلوقتي هو مين؟ يعني في الدور الثاني، نتكلم عن الدور الثاني تحديدا، شايف ان عمرو السوليه لاعب الاهلي طبعا. صحيح عمرو السوليه راجع ان شاء الله مع المباراه القادمه. موجود عمرو السوليه، موجود، وعمرو السوليه موجود في قوام المنتخب المقبل في في, في 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 شهر مارس، وهي في ماتشين وديين طبعا، ماتش النيجر وماتش النيجر ده في اخر ماتش في التصفيات. صحيح. وماتش نيجيريا، شايف ان عمرو السوليه من العناصر بعدين كمان 3 4 ايام. يعني شايف ان عمرو السوليه يوم 26 مارس ماتش نيجيريا، عمرو السوليه من العناصر اللي نالت اعجاب اجيري والجهاز المعاون. طبعا كريم نتت برضو شايف ان هو بعد الضغط اللي كان عليه السنوات الاخيره او الفتره الاخيره ده، ان هو يظهر بالمستوى ده ويتالق ويعود مع النادي الاهلي طبعا بهذا المستوى، شايف ان كريم نتت برضو من اللعيبه الرائعه. صحيح. ناصر كريم نتت اتغير يمكن 180 درجه، كريم نتت مع لاسارتي في الموسم الحالي غير كريم نتت بتاع حسام بدري خالص. طبعا يعني شتان ما بين الاثنين، في اختلاف كبير قوي، حتى اشاده الجمهور فكره ان وليد نيدفيد دلوقتي الجمهور بيشيد بيه دي كانت مستبعده تماما يمكن من شهور. طبعا يعني هو كريم حتى في المنتخبات، يعني منتخب الاولمبي مع حسام البدري زمان كان يقولوا في لعيب اسمه كريم نيدفيد، استنوا في لعيب اسمه كريم نيدفيد ده اللي هيقود المنتخبات وهيكون، فاللعيب شايف ان هو من كتر الضغط اللي كان واقع عليه والناس مستنيه منه اكتر، فده اللي كان خلاه يتاخر شويه او ما يتالقش شويه مع النادي الاهلي او مع المنتخبات الفتره اللي فاتت دي. لاسارتي انا شايف ان اللعيب هو اللي عنده اصرار ان هو يطور نفسه، وبالفعل اللي شفنا يعني حتى الجسمان البدني بتاع نتفيد شايفين ان هو بدا يتطور عن الفتره الاخيره. في برضو شوقي غريب مع المنتخب الاولمبي، يعني انا فاكر ان يعني مكالمه مع كابتن شوقي غريب قال لي تحديدا كده، قال لي سيب لي هتشوف كريم نتفيد وهتشوف اللعيبه بتوع الاهلي دول وناصر ماهر هيعملوا ايه الفتره الجايه مع النادي الاهلي، وفعلا شايف ان شوقي غريب من المدربين اللي بيعرفوا يحفزوا اللعيبه وبيعرفوا او عنده رؤيه تحديدا في لعيبه الشباب، بيعرف يتعامل معاهم، وشفنا له انجازات طبعا قبل كده منتخب 2001 لما خد برونزيه كاس العالم. ان شاء الله انا يعني متفائل خير جدا بالمنتخب الاولمبي مع كابتن شوقي غريب، يا رب ان شاء الله معاه لعيبه في التصفيات مع طوكيو 2020 هتبقى في شهر 11 2019، مع لعيبه بيفكرونا بجيل زمان، حسن شحاته وجيل شوقي غريب، يعني في كل مركز تلاقي عندك اربع او خمسه او ست سبع ثمان لعيبه مميزين جدا. يعني طبعا معاها اقصى يعني في مركز الوسط ده يعني في احمد حمدي وفي ناصر ماهر وفي كريم نتفيد وفي محمد محمود طبعا من النادي الاهلي، دول كفايه، وشاف وفي اكتر من لعيب، امام عاشور في الحرس، في لعيبه كتير جدا مميزه مع شوقي غريب. اتمنى يعني ان شاء الله متفائل بالمنتخب ان هو يقدر يحقق حاجه كويسه، ومتفائل بالمنتخب الاول ان شاء الله في كاس الامم افريقيا، عنده مش عايز اقول علقه، موضوع كبير جدا لو بعد شهر ما حققناش البطوله او ما وصلناش للادوار النهائيه هيبقى في ازمه كبيره جدا، هيبقى في ازمه كبيره جدا لاتحاد الكوره لو المنتخب ده ما وصلش للادوار النهائيه. احنا بنستضيف البطوله طبعا. صحيح. اظن ان معامل الارض والجمهور دول عوامل مهمه جدا، يعني لما بنبص على المعاناه اللي بيعانيها المنتخب لما بيطلع لدول افريقيا، طبعا دول افريقيا الحياه فيها مش زي عندنا خالص، طريقه المواصلات، الاوتيلات، الاقامه، التدريب، الجو، كل الحاجات دي اكيد هتصب في مصلحه منتخبنا الوطني الاول.
الاول، يمكن لو احنا قدرنا في الموسم اللي فات في كان 2017 في الجابون ان احنا نوصل للمباراه النهائيه، فاكيد لو كانت المباريات دي او لو كانت البطوله دي بتقام هنا في مصر كان الموضوع في كلام تاني خالص، واكيد كانت البطوله دي كانت هتكون من نصيبنا. طبعا يعني المنتخب كان بيعاني في الجابون، اعتقد كنت هناك باين. انا كنت هناك انا ما كانش في حياه هناك، الموضوع كان صعب جدا. طبعا اللعيبه والمنتخب قعدوا حوالي 30 يوم او 50 يوم في مكان 30 واحد 30 يوم في مكان واحد في مكان اسمه بوجونتير، مدينه يعني صغيره جدا، وفنادق هناك فندقين بين او حاجه قليله، هي حتى مش فنادق يعني، دي كانت اشبه بالاستراحه الغريبه اللي احنا ممكن نلاقيها على الطرق كده، وبرغم ان هي كانت كمان اسعارها مرتفعه جدا فوق ما انت تتخيل. يمكن اوضه عندنا هنا ممكن تاجرها ب 200 جنيه في مصر هناك ب 200 دولار. هم بيستغلوا بقى طبعا معظم الدول دي يعني صحيح. يعني ما بيصدقوا عندهاش يكون عندهم حاجه اكيد او حدث مهم عشان يقدروا يستغلوا. البنيه التحتيه عندهم يعني معظمها بتبقى دعم بيبقى دعم من دول ثانيه بره دلوقتي، فبيعانوا في افريقيا. لكن دلوقتي افريقيا ناس يعني افريقيا دلوقتي احسن من زمان يعني، الملاعب حتى دلوقتي في بعض الدول بتتدخل دلوقتي انها تبني استادات وتبني فنادق مقابل 25 سنه انتفاع، حق انتفاع 25 سنه. مصر عندها طبعا بنيه تحتيه وبنيه اساسيه لا تقارن باي حاجه في افريقيا يعني، في مصاف الدول الكبيره طبعا حصولنا على 16 صوت مقابل صوت لجنوب افريقيا، فده كان مكسب كبير جدا. هو مكسب كبير بس كان متوقع، هو ده الطبيعي بصراحه. هو متوقع يعني، الدوله كانت واقفه فيها وقفه جامده وكان في دعم ومسانده، ومش عايز انسى برضو يعني مع احترامي سواء بقى يعني نتفق او نختلف على هنا بوريده، لكن هنا بوريده شخصيه طبعا يعني من ال 20 شخص اللي بيديروا الكوره في العالم بيحظى بحب واحترام داخل المكتب التنفيذي الافريقي، وكان ليه دور كبير جدا. ده حقيقي. مع طبعا مع دور الدوله والاهتمام الرئيس السيسي طبعا بالبطوله انها تبقى في مصر، فده ساعد ان احنا ناخد الرقم الكبير ده مع دوله زي جنوب افريقيا، فشايف ان ده نجاح. البطوله طبعا هتبقى في يعني على ارضنا وعلى جبهنا، لازم ناخد البطوله قبل تحديدا ان احنا 2006 خدنا البطوله وكسبنا البطوله. صحيح. فلازم هنبقى مطالبين كمان إحنا المباريات الخاصه بمنتخبنا الوطني هتقام على استاد القاهره اللي نتكلم النهارده ان هو بيسعى ل 100,000 متفرج، 100,000 من مشجعين منتخب مصر يكونوا متواجدين خلال مباريات منتخبنا الوطني الاول في الكان 2019، ده اكيد هيفرق كتير. طبعا يعني استاد القاهره استاد الرعب يعني مسمينه طبعا استاد الرعب، معروف في افريقيا ان هو استاد الرعب، وجود 80,000 متفرج طبعا هيكون حافز قوي للعيبه. 2006 كان في منتخبات اقوى مننا فنيا وبدنيا، الكاميرون كوت ديفوار السنغال اللي كانت افضل طبعا مننا، لكن وجود الجماهير او عامل الجماهير كان موجود ساعتها كان حقق كان وراء تحقيق طفره ان احنا ناخد بطوله مع حسن شحاته. فان شاء الله نتمنى ان البطوله دي في وجود لعيبه مميزين زي محمد صلاح، تريزيجيه، رمضان صبحي، اتمنى هو يرجع للمنتخب الفتره الجايه، وعمرو ورده وليد سليمان اتمنى هو يبقى موجود، عبد الله سعيد موجود، محمد محمود اتمنى ان هو يلحق، بس هو يبقى صعب ان هو يلحق، اظن صعب هيبقى صعب. كنت اتمنى هو يبقى موجود، لعيب هيبقى ليه شان كبير جدا. محمد شناوي طبعا اتمنى رامي ربيعه يبقى موجود وياخد حظه الفتره الجايه. السوليه طبعا هيبقى ليه مكان في المنتخب الفتره الجايه، محمد النني لعيبه يعني عندنا لعيبه كبيره دلوقتي وعندنا لعيبه اصحاب خبرات هيقدروا يتعاملوا مع المواقف دي، وان شاء الله نحقق البطوله باذن الله. استاذ محمد مراد الناقد الرياضي في اليوم السابع نورتنا النهارده في الكلام في الميديا في قناه النادي الاهلي. استاذ شيما وسعيد ان كنت معاك وسعيد ان انا في قناه النادي الاهلي. بشكرك. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.